اليوم في هذه اللحظة التي نعمل فيها على إعلان وإطلاق هذه المنصات، لا أقول منصات جديدة بل متجددة في مجال التواصل المؤسساتي التنظيمية. هي مناسبة أيضا للتنويه بالمجهولات التي بذلتها مجموعة وشبابنا من أجل إخراج هذا الحلم الذي لا طالما صورنا. تحدوا صخرة قلة الإمكانيات ونحتوا فوقها الإنجاز واستثمروا ما تزخر به المادة الرمادية في أدمغتهم من ملكات وأفكار وتسلحوا بإرادة لا تعرف شيئا يسمى المستحيل. هي فرصة أخرى للاعتراف بنقص كنا مدركين له نذكر به كل مرة دون ردة فعل من أجل تجاوزه. إذن على الرغم من تجدر حزبنا في شرايين هذا الوطن الذي نحن من تربته وعلى الرغم أيضا من رصيد عملنا الغني بالملموس كان تسويق منجزاتنا وعطاءات بنات وأبناء الحركة الشعبية عائقا كبيرا، لذلك لم يعد مقبولا منذ الآن أن يظل عملنا اليومي مبادراتنا المتواصلة من أجل الوطن تحت هالة الدم ورهان أقرب إلى الموضوع من الذات، ويكمن الموضوع في تسخير تواصلنا إلى شحنة أمل ينتشر إشعاعها إلى كل النفوس والعقول. تواصل غايته الفضلى تصحيح مسار القطار والسير به نحو محطة الأمل والأمل والابتعاد به عن كل محطات التيئيس والرداءة والإسفاف. إن الحركة الشعبية اليوم بإعلان انفتاحها أكثر على العالم الرقمي لا تسعى إلى تلميع الصورة بل تهدف إلى نقل الصورة كما هي بدون مساحيق أو رتوشات. نعول في هذا المسار الإعلامي المتجدد على شركاء ذوي باع مهني طويل ومصداقية وموضوعية، نساء ورجال إعلام مؤثرون إيجابيون في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ووكالات التواصل، أهل الفكر والثقافة والفنون والرياضة، كل طاقة الوطن الظاهر منها والكامن تحت هالة الذل. فعلى بركة الله نعلن انطلاقة هذا الورش التواصلي المتجدد بسم الله مجراها ومرصاها، إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. صحفيات والسادة الصحفيين مرحبا بكم وكنرحبوا بكم ونشكركم على الحضور في هذا اليوم ديال انطلاق استراتيجية التواصل الرقمي للحزب اللي من خلالها اولا قبل ما نبدا التقديم اسمحوا لي انني نشكر السيد الامين العام، كنشكروا باسمي وباسم مجموعة ديال الاطر والشباب اللي اشتغلوا على هذه الاستراتيجية، كنشكروا على ثقته وعلى ايمانه بالفكرة وبينا كشباب، لان النهار اللي تكلمنا معاه على هذا الشيء وعلى الافكار ديالنا كنا جملة شهيرة قالوا لي حنا معتادين عليها في الحزب غازي فرونسي، وكنا فرحانين بزاف بهذه الثقة هذه وكنشكروا عليها. اليوم كنهضروا على استراتيجية التواصل الرقمي، الهدف منها وكنسعوا من خلالها استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية باش نعززوا التواصل ديالنا مع المواطنين ونرفعوا من التفاعل، وبغيناه يكون تفاعل مستمر خصوصا مع فئة الشباب لأن الشباب هما اللي كيستعملوا هذه المنصات بشكل كبير. اليوم واخا كنقولوا الشباب راه اليوم حنا كاملين كنستعملوا لي سمارت فون ديالنا، شكون اللي ما عندوش التليفون ديالو، شكون اللي ما كيستعملش طابليت او بيسي على الاقل جوج مرات في النهار. اليوم العالم كله ما بقيناش كنتسناو الاخبار في 8 د الليل باش نعرفوا شنو واقع، اليوم الاخبار كلها كتجي لنا حتى التليفون ديالنا، اخبار ديالنا بغينا ناكلو بغينا نخرجوا اي حاجه كنفكروا فيها كنلقاوها عندنا في التليفون ديالنا. وهذه هي الفكره جات ان اليوم كحزب الحركه الشعبيه اكيد كنلعبوا الدور ديالنا ديال التاطير والخروج للاقاليم واللقاء مع المناضلين ديالنا، ولكن بغينا نكونوا قراب للمواطنين نوصلوا للمواطنين وخصوصا الشباب، لان اليوم
كاينه واحد الازمه ديال الثقه، كاين واحد البعد على الاحزاب السياسيه. اش كيديروا الاحزاب؟ الاحزاب ما كيديروا والو، وحنا شباب دائما كنبقاو هاد التساؤلات. اليوم بغينا نجاوبوا على هذا الشيء ونوصلوا ونكونوا قراب من المواطنين عامه ومن الشباب. بطبيعه الحال نعرفوا بالحزب ديالنا وكنقدموا التوجهات ديالنا، ولكن المهم عندنا هو التفاعل بالمواطنين، لان الغرض من هذا الشيء نسمعوا المواطنين، نسمعوا افكارهم، همومهم ومشاكلهم. اول منصه رقميه اشتغلنا عليها واللي هذا العمل تقريبا خدا سنه من العمل هي الموقع الالكتروني للحزب، لان الموقع الالكتروني للحزب هو اللي غيحدد الهويه. اليوم حنا كنبنيو هويه رقميه ديال حزب الحركه الشعبيه. فالموقع بطبيعه الحال كجميع المواقع فيه دي غوبريك اللي دائمين ومعروفين كوثائق الوثائق المرجعيه ديالنا، القانون الاساسي والارضيه. ولكن المهم في واللي ما هو جديد في الموقع ديالنا هو اليوم كنقدموا البيان الحركه. اليوم ما كنقولوش غير شكون حنا، ولكن كنقدموا شنو حنا وشنو كنفكروا وكيفاش كنشوفوا المغرب اللي بغيناه. اليوم ملي كنقولوا حنا حزب في المعارضه ما كنعرضوش من اجل المعارضه، ولكن كل مره كنديروا ملاحظات ديالنا او كنعرضوا الا كيكون عندنا البديل، وهذا البديل غتلقاوه في الوثائق اللي عندنا فيما يخص القدره الشرائيه، وكان المقترح اللي قدمناه فيما يخص مقترحاتنا بالنسبه لمدونه الاسره ومجموعه ديال الافكار الاخرى. في اطار التفاعل بطبيعه الحال مع المواطنين والهم ديالنا يكون هذا التواصل الدائم، درنا روبريك جديده اخرى اللي فيها اجي ونسولوا الحكومه. هاد اجي ونسولوا الحكومه كنهدفوا من اي مواطن مغربي كيما كان غيصيفط لنا سؤال ديالو، مقترح ديالو او حتى الشكايه ديالو، اللي من خلالها ملي كنستجمعوا المعلومات وكناخذوا هاد اجي ونسولوا الحكومه كنحولوها للفريقين ديالنا مشكورين، واللي غنتعاملوا اللي غيكون واحد التعاون كذلك مع الفريقين سواء مجلس النواب او مجلس المستشارين، واللي غيتحولوا هذه الاسئله ديال المواطنين الاسئله كتابيه وشفهيه، وغيكونوا هكا كنعطيو الصوت للمواطن ومشاركه فعليه، ماشي فقط كنكونوا غير وسائط، ولكن صد المواطن الحقيقي والارهاصات ديالهم والمشاكل ديالهم غنوصلوهم بالصوت ديالهم وبالاسم ديالهم للبرلمان، وهذا الشيء غنتعاملوا مع الفريقين في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين. بطبيعه الحال هنا غتلقاو نبداو فكره على الفريقين الحركيين مجلس النواب ومجلس المستشارين، ولكن ماشي فقط كنعطيو غير المعلومات على الساده النواب والساده المستشارين، ولكن فقط غنضمنوا المقترحات ديالنا، مقترحات القوانين، الاسئله الكتابيه والشفهيه اللي غتكون في السن. كنهضروا على العمل البرلماني ولا العمل الرقابي اللي كيديروه الفريقين، وحنا بهذه المناسبه كنوهوا بالعمل ديال الساده النواب سواء في مجلس النواب ولا مجلس المستشارين، كيقوموا بواحد العمل جبار. اليوم السي ادريس يصححني الا غلط، كان عندنا اكثر من 60 مقترح قانون في مجلس في البرلمان. اليوم ملي كنقولوا 60 مقترح قانون راه خصنا نعرفوا شنو هما، فبالتالي غنعطيو لاكسيل لاي مواطن يدخل ويعرف المقترحات القوانين ديالنا. اكثر من هكا، اي مواطن شاف بان عنده مقترح او عنده فكره او يمكن يضيف فغنستقبلوها وغنعطيوها للفريقين اللي هما غينقلوها ويمأسوا السؤال ديالهم. كذلك سيت ديالنا من غير انه كنهضروا على سولو الحكومه على البديل الحركي، فكاينه مساله اخرى هو انه السيت ديالنا من غير اللغه العربيه فهو باللغه العربيه وباللغه الامازيغيه. عندنا سيت امازيغي 100% بحرف تيفيناب من الاول حتى الاخر ديالو، وهذه اول مره كدار في المغرب، يعني ما كانش جاهز، ما كاينش شي حزب سياسي لحد الان دار سيت 100% امازيغي. بطبيعه الحال حنا مساله كنفتخروا بها، ولكن راه بالنسبه لنا بديهيه. اليوم وحنا كنأسسوا كنبنيو الهويه الرقميه ديال الحزب، ما كنهضروش على الهويه الحركيه بلا ما نهضروا على الامازيغيه، فبالتالي هي مساله بديهيه اننا يكون عندنا موقع بالامازيغيه 100%. في اطار
في اطار انه تفاعل ديالنا مع الناس وفي دائما في اطار التفاعل غيكون عندنا سؤال الاسبوع. هذا السؤال الاسبوع اللي غيكون فيه بحال احصائيه او استبيان ديال قضايا كتهم المواطنين واللي من خلالها حتى هي غتكون محور ديال النقاش ديالنا. الغرض من هذا الشيء كله هو ان اليوم حنا كنترافعوا كحزب بجميع الوسائل المتاحة سواء في البرلمان أو لا في المستشارين أو لا حتى خارج البرلمان. ترافع ديالنا المرافعات ديالنا مبنية على هذا التفاعل مع المواطنين، لأن في الأول ولا في الآخر حنا كنمثلوا المواطنين، ولكن حنا كذلك وحنا جزء من هاد المواطنين، ما يسري عليهم كيسري علينا حتى حنا. فبالتالي كان عندنا هذا ديال أجي نسولوا الحكومة. هناك تشوفوا أن أي واحد يقدر يدخل واحد السؤال ديالو. كاين كما قلت سؤال الاسبوع، وهذا السؤال الاسبوع ماشي غير غناخذوا السؤال وغنسمعوه وغيعطيونا الاحصائيات وغنقولوا سالينا، لا، عندنا الجواب، ولكن الجواب حتى نكمل السيد عاد تعرفوا الجواب ديالنا. هذا السيد كذلك فيه لا بغيك ديال كل واحد منا، وكل واحد منا هي الانخراطات اللي غنستقبلوا ديال المواطنين والمناضلين، ولكن الانخراط مساله عاديه وفي جميع الاحزاب، ولكن دائما حنا الحركه كنبغي نكونوا استثناء، والاستثناء اليوم هو البطاقه ديال الانخراط اللي غنقدموا، البطاقه ديال الانخراط غنقدموا بطاقه انخراط ذكيه NFC، وهذه البطاقه ديال NFC الذكيه علاش؟ وتا هي اول مره غيستعملها شي حزب في المغرب، لان باقي ما تستعملاتش، وكان من الاخوان اشتغلوا عليها، وانا قلت لكم هذا المشروع راه تقريبا عام وحنا كنخدموا عليه. هذه البطاقه ديال NFC الذكيه هي بطاقه تواصل، بطاقه تواصل قريب المدى، هي بحال اون كارت بونكير، ودايوغ فيها اون بوس، فيها شريحه الكترونيه. هاد الشريحه الالكترونيه كتخدم بحالها بحال كارت بونكير، غير هنا هادي بطاقه انخراط ماشي كارت بونكير. المزايا ديالها هي مزايا مهمه. اول حاجه سي اون كارت اللي بحال اون كارت فيزيت ديال المنخرط، لان اليوم المنخرط ما غيحتاجش اي كارت فيزيت ديالو، وحتى الا احتاجها ما غتكونش افيكاس بحال هادي، لان من غير لي كوردوني ديالو الرقم الهاتف ديالو غيكون فيها لاكسي ديريكت لي ريزو سوسيو ديال اي ديال الشخص. لان بعض الخطرات كنتلاقاو مع شي حد كيعطيك كارت فيزيت وكيعطيك النمره التليفون، كتدخلها قلب على الواتساب ديالو، فيسبوك ديالو، انستغرام ديالو، واش داير تي غير، واش ماجيسكول، واش مينيسكول. هاد لو سوسي ما غيبقاش مع هاد لاكارت، لان اون فوا غيحطها مع التليفون غيعطيك ديريكتومون شكون كتعرف حتى وقلب صباح هو كيوريني كاستير ما كاينش، ما خليه يدير هو، خليه يطلع صافي ندور شوف فلي لقى الحل. ملي كتحطها في اي تليفون كتطلع واحد الصفحه، هذيك الصفحه فيها الاخبار، فيها كما قلت لكم لي كوردوني، ولكن المهم هو انه كيعطيك لاكسي ديريكت للسيد الواتساب ديالو، فيسبوك ديالو، انستغرام ديالو. مش عارف كنمشي نبقى نقلب مثلا فاطمه الزهراء واش اف كبيره اف صغيره، واش تيغي، واش بوان، واش هذا كيعطي لك سي ديريكت لي كوردوني ديال المنخرط. وهكا هي تاكيد الانخراط والعضويه ديال المناضلين بصفه بشكل رقمي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه واللي هي مهمه انه كيعطي لك سي ديريكت للسيت ديالنا ولي ريزو ديال الحزب الحركه الشعبيه. ما غيحتاجش ندخلوا لجوجل ونقلبوا واش حركه، واش ام بي، واش بارتي عاد ام بي، كتدخل ديريكتومون للسيت. من خلالها غتكون عندنا حتى حنا كحزب اون باز دو دوني، واللي منها غنوليو نحددو بهاد لي كارت دخول المشاركه في الدورات التكوينيه، في اللقاءات ديال الحزب. ما نبقاوش ندوزو من لي باج، وكل مره خصنا يعني غتوفر علينا حتى الوقت والعمل. حاجه اخرى هي مهمه، وهنا مشينا في العقليه ديال التشبيك، هو انه كاين روبريك ديال هذاك السيد بلا كارت ديالو يقدر يدخل منخرطين اخرين،
لان ملي كيعطي لا كارت وكطلع عندك في التليفون ديالك البطاقه ديالو اللي كوغدوني لا كارت فيزيت ديالو، كون منا يمكن لك تدخل ومن تما تكون منخرط جديد. وبالتالي حنا كنقولوا الى كل منخرط عطى بالبطاقه ديالو جوج ثلاثه ديال الناس ونخرطوا معنا بديك لا كارت وهذاك جوج ثلاثه عطاو الناس اخرين، هكا غنديروا دائره غنحاولوا نخدموا على ان يكون واحد الشبيك ومن واحد لواحد، خصوصا ان هكا غنوليو نخرطوا ما محتاجش تجي للحزب من التليفون ديال صاحبك ديال خوك تقدر تنخرط معنا في الحزب. وفي هذه البطاقه وحنا كنوجدوا البطاقه ديال وكنخدموا على هذه البطاقه ديال الخيرات، جات كما قال السيد الامين العام الفكره ديال بطاقه الصحافه، وهي بطاقه الصحافه حتى هي بطاقه ذكيه اللي ما بعيداش على بطاقه الخيرات واللي غنوفروا نمدوا بها الساده الصحفيين ان شاء الله، وغتوصل عندكم حتى ان شاء الله في هذا الغضون هذا الاسبوع المنابر عندكم. هي بطاقه حتى هي ذكيه بالشريحه ديالها، وكل من بغى يتوصل بهذه البطاقه غيكون عنده لاكسي ديريكت للسيت ديالنا والمعلومات الكافيه على حزب الحركه الشعبيه. واكثر من هكا غنبقاو نديرو فيها دي ميزاجور، هاد لي ميزاجور كل مره كان عندنا نشاط في الحزب غتوصلوا بداك النشاط بالصور ديالو وبالمعلومات ديالو. هذا ما كيعنيش راه ما تجيوش عندنا، مرحبا بكم خصكم تجيو. وكان هكا حتى الا كنتو بعاد اي واحد بعيد غتوصلوا المعلومه، لان الهدف منا هو ان اليوم الحركه الشعبيه غتجي لعندكم وغتجي عند المواطنين، ماشي غت الو هكا ملي غنحط لاكارت على التليفون ديال اي واحد غطلع بحال هكا كتجنبش فكيما كتشوفوا هكا غتكون لاكارت اي واحد فيها الاسم وفيها الجهه. وهنا كما قلت لكم غيكون لاكسي الى بركتينا غتمشي للواتساب انستغرام فيسبوك، هنا تقدر تزيد رقم اخر ولا تزيد شخص اخر. هنا هتكون واحد منا هي اللي قلت لكم غتسهل الخيرات ديال اشخاص اخرين، بحيث ان كل واحد يقدر يجيب منخرط جداد، وهذا الدخول بشكل مباشر للموقع الرسمي. كنأكد على حاجه وحده، هو ان سواء هذه البطاقات ديال الخيرات او بطاقه الصحفيين هي خدمنا عليها في احترام تام المقتضيات القانون 0908 لحمايه المعطيات الشخصيه، فهي ماشي غير سريعه وكتوصل المعلومه بشكل سريع وفعاله، ولكن امنه ما غنخافوش على المعطيات الشخصيه لان درناها في احترام تام للقانون. غنرجعوا قلنا البطاقه ديال الخيرات بطاقه الصحافه، وغنرجع نذكركم بان السيت كما قلت كان بالتيفينا فيه نفس الاشياء اللي هضرنا عليهم هنايا في السيت، كاينين بالعربيه وبالفرنسيه، والنسخه ديال الانجليزيه ان شاء الله حنا خدامين عليها وغتجي في القريب ان شاء الله بحول الله. وكما شفتوا فيها الاسم كما قلت المعلومات اللي كاينه. قبيله قلت واحد الحاجه انه درنا سؤال الاسبوع، وهذا سؤال الاسبوع غيكون فيه خصنا غيكون فيه تصويت ديال المواطنين، وغيعطي المجال للمواطنين انه يتفاعلوا مع قضيه معينه من القضايا الوطنيه. وكنا كنقولوا حنا مجموعين كيفاش غنجاوبوا، واش يكفي اننا غير نسمعوا المواطنين، خصنا يكون واحد النقاش معاهم. وبقينا كنفكروا كيفاش غنديروا، الفكره جات غيكون تو سامبلومون بودكاست حركي اللي هو جلسه حركيه، سمينا جلسه حركيه، واللي غيكون ان شاء الله غنعطيو الانطلاقه ديالو، اللي فيه غنستضفوا بناء على داك الاجوبه ديال المواطنين غنستضفوا الضيوف اللي هما حركيين طبيعة الحال، ولكن غنقدروا نوسعوا الدائره وحتى من خارج حزب الحركه الشعبيه، لان باغيين سر الحوار المؤسسه. اليوم كنقولوا غياب نقاشات ديال مجموعه المواضيع على الساحه، دازت المسطره المدنيه كنقولوا ما كانش نقاش، ما كان غياب النقاش عمومي. اليوم بغينا نساهموا في هذا النقاش العمومي، ماشي غير نساهموا فيه وانما حتى نخلقوه، يكون من عندنا المبادره. جلسه حركيه هو بودكاست حركي اللي غيكون كل 15 يوم، واللي غيكون فيه نقاش مع مجموعه ديال الشخصيات من الحزب، كنعرفوا كما قلت بالحزب وكيهضروا على المواقف ديال الحزب وكيعرفوا كيقربوا الناس من المواقف ديالنا.
لوغو ديال جليسة حركية تيزر ديالو لا فيديو بدري غيتكم الو كاين كاين وينها لا فيديو ديال الإشهار ديالو واش تلقى بدري طبعاً الحال ما غنبينوش كلشي نخليكم شويه د التشويق باش تتبعونا ان شاء الله وهاد الحلقات غتلقاهم في جميع المنصات ديالنا ديال الحزب وغتمكن لكم ديك الساعه بلي كارت ديالكم تدخلوا لهم فاسيلمون وتشوفوهم كان فكره من بعد وحنا كنخدموا كما قلت لكم المده كانت شويه طويله كل مره كنجتمعوا كتكون فكره جديده وحنا كنوجدوا الاحتفالات بعيد العرش المجيد وكان عندنا واحد اللقاء اسمه حديث الذاكره كان فيه استضفنا وكان لقاء شيق ومهم كان فيه معنا السيد الناطق الرسمي باسم حزب السعدي السبعي والسيد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب سي دريس السنتيسي وكان واحد الدائر واحد نقاش مهم على التاريخ ديال الحزب والترابط ديال الحزب مع العرش وكيفاش جا وتنشئه وكانت مجموعه ديال الافكار والاخوان اللي شاركوا في ذاك اللقاء قالوا بان هذه معطيات حنا ما كنعرفوهاش وفي حق حنا بزاف د الحوايج ما كنعرفوهمش على تاريخنا وخصوصا الشباب ديال الان ما عندهمش هاد المعطيات وكان السعدي والسي دريس مدنا مجموعه ديال المعطيات وكان لقاء شيق ومهم ومن ثم خرجت الفكره انه غنكملوا في هذا المشروع وغنخدموا على مشروع حديث الذاكره اللي بطبيعة الحال غنكملوا فيه غنهضروا على التاريخ ديال الحركه وشكون هو حزب الحركه كيفاش نشا مجموعه ديال الاحداث وقعات في بلادنا كان حزب الحركه الشعبيه عنده دور مهم فيها محتاجين نعرفوا التاريخ ديالنا لان الا ما عرفناش التاريخ ديالنا ما غنحددوش المستقبل ديالنا السيد الامين هذه الجمله السيد الامين الوغ فبالتالي حديث الذاكره ان شاء الله حتى هو غيكون برنامج غنحاولوا يكون برنامج اللي غيكون ما بين الجلسة حركية وحديث الذاكرة فبطبيعة الحال هادو دو بودكاست اللي غتلقاوهم على يوتيوب ولكن من غير يوتيوب غتلقاو اننا درنا مجموعة احنا موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي كاملين واتساب انستغرام فيسبوك تويتر احنا موجودين لان عندنا الغرض كما قلنا الشباب هو اللي كي الشباب اللي كيستعمل هاد المنصة يبقانا متواجدين معاه وعلاش كنركزنا بزاف على مراكز مواقع التواصل الاجتماعي لان غتعطي واحد التفاعل سريع والتفاعل مستمر ودائم ولان مهم يكون واحد التجاوب مع المواطنين وكيسهل اننا نوصلوا الافكار ديالنا هذه بصفة عامة هذه هي الاستراتيجية واللي خدمنا عليه خدمنا حول نكونوا موجودين في جميع المنصات الموقع يوتيوب المواقع التواصل الاجتماعي لان عندنا الغرض اننا اليوم ما كنعرفوش غير بحزب الحركة الشعبية لان بعدا حزب الحركة الشعبية هو معروف وحزب ديال 60 عام رحنا جارين معنا تاريخ ديال اكثر من 60 عام فبالتالي ماشي غير كنعرفوا بالحزب حنا بغينا نتجاوبوا مع المواطنين وخصوصا مع الشباب وبغينا نردوا الثقة لان اليوم وشفنا شنو وقع مؤخرا 15 شهر تنبير ومجموعه ديال المحطات كتاكد بان الثقه خصنا نردوا الثقه في العمل السياسي اولا وفي العمل الحزبي ثانيا وهذا الشيء ما يمكنش الا كان واحد التواصل والحوار مع المواطنين المواطنين محتاجين يعرفوا بان كاين حزب كيسمع ليهم وحزب اللي هاز همهم وفي نفس الوقت اللي باغي يوصل صوتهم لمواقع القرار وهذا الشيء كله اللي خدمنا عليه لان طرحنا في البدايه كان هو السؤال علاش خصنا نمارسوا السياسه وعلاش الحركه الشعبيه بالضبط فهادو جوج الاسئله اللي طرحناهم على نفسنا وكان هما الجواب ديالهم هو هذه الاستراتيجيه اللي كتشوفوا واللي حتى السيد الامين العام طرحنا عليه السؤال وجاوبنا وبالجواب ديالو غنختموا هذا اللقاء
يلا انا ما عقلتش اش كنت بعدا هنا هنا غير هذا كثير منكم كيقولوا شنو هي الافاده من انخراط اي حزب الاحزاب كلها بحال بحال الاحزاب ما كتبان غير في الانتخابات الاحزاب كتشتاق غير المصالح ديالها وكنسمعوا هضره على الاعيان المتحكمين ومجموعه الاحكام المسبقه والافكار اللي ماشي دائما صحيحه ماشي دائما صحيحه وهذه بعض المغالطات خلات المواطنات والمواطنين كثار وخصوصا فئات الشباب يعزفوا على السياسة أو بمعنى أدق يعزفوا على الممارسة الحزبية الاهتمام بالسياسة غادي يبقى موجود لأنه أمر كيتعلق بتكبير الشأن العام وحتى الشأن المحلي ولا قلنا تكبير الشأن العام كنعني تسيير مجموعة من المرافق الحيوية اللي عندها تأثير مباشر على حياتنا لذلك اليوم وبلادنا أمامها تحديات كبيرة من بعد ما تم التحقيق ديالو في بلادنا من فترة تنموية مهمة بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الله ينصرو ما بقاش مقبول العزوف عن السياسة والأحزاب وترك المكان الفارغ وحنا كلنا كنعرفوا أن الطبيعة ما كتقبلش الفراغ والنتيجة كتشوفوها اليوم عدم الرضا على المنتخبين وعلى السياسيين بصفة عامة وطبعا فاش ما كيكونوش شباب اللي كياخذوا المشعل وكيزيدوا لقدام طبعا الفراغ كيخلي اي واحد يكون لي من هبه ودب سمحوا لي نقول عبره لكل من هبه ودب ما يكون في الواجهه لان المعادله بسيطه جدا اذا ما مارستيش السياسه فهي كتنقص عليك داكشي علاش عوض ما نكونوا مفعولين علينا نصبحوا فاعلين ولا ما عجبتناش الامور خاصنا نصلحوها ماشي نتجاهلوها او نهربوا او نتغاضوا عليها فقط لاننا كبرنا كنسمعوا واحد الخطاب ديال التيئيس اللي خلى تب المواطن فقدات في الاحزاب وللاسف الشديد حتى في المؤسسات المؤسسات اللي كتشرع وكتدبر بل حتى انها كتحدد المغرب اللي بغينا ديرها المغرب اللي غادي يعيشوا فيه ولادنا واحفادنا لذلك هنا كيخاصنا بغينا او كرهنا نسألوا جميع هاد المؤسسات اللي كتقوم بمهامها وفق اي رؤيه واي منظور وهنا كيجي الدور ديالكم من خيراتكم في العمل السياسي لانه بغينا او كرهنا الاحزاب هي الواجهه والحامله لرؤى وتطلعات المواطنين اذا كانت خايبه خصنا نصلحوها اذا كانت فاسده خصنا نقيوها ولكن من خلالها المواطنين كيعبروا على القناعات ديالهم واختيارات ديالهم اللي اكيد تختلف من شخص لاخر وبالتالي من حزب لاخر فمثلا حنا في الحركه الشعبيه كنا وغادي نبقاو ان شاء الله كحزب كيستند المرجعيه ديالو من التمغربيه ديالنا حنا منتوج خالص ديال هاد التربه الطيبه المرجعيه ديالنا ما جات لا من الشرق ولا من الغرب وهذا هو اللي كيميز الحزب حزب الحركه الشعبيه افكارنا مشاريعنا نابعه من واقعنا ومن الثقافه ديالنا ومن القيم المغربيه الاصيله داكشي علاش كنا صداقين وعن قناعه دافعنا عن افكار مهمه يمكن نلخصوها في كلمه التعدديه او التنوع وهنا كنتكلم على التعدديه السياسيه فقط هادشي ما كيعرفش نجيب اليوم فقط كان كيهيمن فكر الحزب الوحيد من بعد الاستقلال وناضلنا من اجل قانون الحريات سنه 1958 وكنا هو اصدار ظهير الحريات العامه التعدديه الثقافيه فقط كان تيار تعريب مسيطر وكيرفض اي مكون اخر من مكونات الهويه المغربيه خصوصا الامازيغيه وكانوا كيعتبروها مجرد تعبيرات فولكلوريه هامشيه التعدديه المجاريه اللي نادينا بها وقلنا التنميه ما يمكنش تحقق اذا ما كانش اهتمام بجميع مجالات المغرب اللي هي القرى والجبال والواحات الحمد لله دستور 2011 انصفنا وانصف الفكره الحركيه وبين اننا كنا على حق من خلال مجموعه من الفصول ديالو اللي اكدات وعززات مجموعه من الافكار اللي طرحناها صحيح ان مجموعه من مطالبنا تم البسطره ديالها ولكن المسار بقي طويل تفعيل وتبديل بقي كيتسناهم اقوات كثيره لذلك بقي قدامنا كثير من النضال وهذا المسار لا يمكن ليه يكمل الا بكم وبانخلافكم الشيء علاش اليوم حزب الحركه الشعبيه كيفتح الابواب ديالو لكل مواطن كل مواطن كل مواطن غلو على وغلو على ولادها وحامل المشروع وكيطمح للتغيير للتغيير في هذا الشيء وهذا الشيء طبعا كيبدا بخطوه اولى هي انخلافكم حزب الحركه الشعبيه ما قبل